الخير على حضراتكم. النهارده مبسوطه كتير بوجودي معاكم في برنامجكم هديه على الهوا. عيشي ملكه. لازم دايما اقول للست وللبنوته اللي قاعده بتتفرج عليا، انتي ملكه بكل حاجه، برشاقتك، بجمال بشرتك، وبالاهم شعرك. معانا النهارده اسطوره جمال، اناقه، الرئه كلها، صانعه الجمال للشعر، خبيره البواريك، استاذه هبه الهامي من صفحه بابي شوب. انا طبعا مبسوطه بيها لان دي للمره الثانيه ان انا بستضيفها في البرنامج بتاعي. اما النهارده الحلقه المميزه والمفاجآت بتاعتنا النهارده، استاذه هبه اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا الحمد لله بخير. الحمد لله. عايزه اعرف بقى النهارده احنا كنا موعدين الجمهور بتاعنا وخصوصا كل الملكات اللي قاعده بتتفرج علينا النهارده على البواريك اللي هي شبه الطبيعيه بالطول وال احنا مجهزين لكم مجموعه من كل التشكيله علشان الواحده قبل ما تشتري الباروكه تعرف ايه الفرق وايه اللي هي محتاجاه وايه اللي هي مش محتاجاه، لان بيبقى فيه تفاوت في الاسعار. تمام. طب احنا عايزين النهارده نبدا الاول مع الموديل الجميله شامه. عايزين بس نشوف النهارده. اتفضلي يا شامه. شامه النهارده هتقدم لنا الباروكه التل. دي التل الكامله. دي التل الكامله. تمام، اشرحيها لنا بقى كده يا استاذه هبه. هي التل الكامله دي بيبقى في منها اطوال كتير، بيبقى شكلها طبيعي قوي، منابت الراس بتبقى طبيعيه. الله. بتترفع لفوق، بتيجي على اي جنب، كلها فروقات طبيعيه زي الشعر الطبيعي بالظبط، وبتبقى هاند ميد. بتتسرح وبتتغسل وبتتكوي وكل حاجه وبتتلم. جميل. يا ريت يا شامه ترفعيها لنا. ارفعيها كده لفوق يا شامه، تورينا الجناب وهي مرفوعه بتبقى عامله ازاي. الجناب اكنها شعرك وبيبقى فيها بيبي هير، محدش خالص بيعرف. الله. ان هي مش الشعر الطبيعي. سؤالي ليكي وانتي لابساها، حاسه ان هي تقيله عليكي؟ خالص. وانتي كنت بتسرحيها؟ الماتيريال بتاعتها حلوه، مفيش فرق بيني وبين شعري بصراحه. شامه بقى في المجمل الطبيعي بتاعها، يومها الطبيعي ممكن تلبس الباروكه وتخرج بيها وانزل بيها بول والدنيا تمام عادي؟ مش حاسه ان هي مضايقاكي خالص خالص؟ لا، وانا اتحرك من على راسي ابدا. بتسرح بكل سهوله وبنعرف نستحمى بيها يمين وشمال زي الشعر الطبيعي، مفيش اي حاجه خالص. ولو نازلين البحر معايا بتتبلع، مش كده خالص، بترجع زي ما كانوا وبتتكوي الملكات اللي قاعده بتتفرج علينا. متهيالي خلاص احنا مبقاش عندنا مشكله ان احنا معاناتنا من الشعر واجهادنا من الشعر. شامه النهارده لابسه لنا باروكه طويله جميله كلها جذور، وزي ما انتم شايفين يا جماعه الفروق كلها كانها زي منبت الراس بتاعتنا بالظبط. دي الطويله صح كده يا جماعه؟ دي الطويله. دي جميل قوي. جميل. في نوع تاني برضو من انواع جذور التل، ده الاولاني ده بيبقى اسمه التل الامريكي. تمام. وده بيبقى اغلى نوع. تمام. لان هو كله هاند ميد، وفروقات الشعر بتبقى لحد ورا كلها طبيعيه. يعني مش الحته الاولانيه بس اللي بتتفرق، لا، الفرق لحد نص الراس تقريبا. يعني بيبقى من 4 ل 6 سنتي حسب جوده الباروكه، وده بيفرق طبعا في سعر الباروكه. الباروكه التل الامريكي قبل ما تساليني. أيوة. بتعمل من 1800 ل 2000 جنيه. انا مش مصدقه الاسعار دي. ازاي الاسعار دي عندك يا هبه؟ دي احلى حاجه عندنا. ازاي؟ انا بسمع اسعار يا جماعه، انا بنفسي لما ببقى ماشيه في اي مول بلاقي اسعار ممكن توصل ل 2003 واحيانا 4 و5، وكمان مش طبيعي زي طبعا اللي انا ببقى شايفاها دلوقتي مع هبه واللي كانت لابساها شامه. اسعار صراحه كبيره. كوني ان انت تقولي الاسعار دي، ده خيال. الحمد لله احنا بنحافظ على اعلى مستوى جوده زي ما انت شايفه باقل سعر. ويعني اللي بيجي بيتعامل معانا بيبقى عارف ان هو مع بوبي شوب، هو كده يعني اكنه بياخد باسعار الجمله. ده جميل جدا. طب انا عايز اعرف بقى حاجه مهمه جدا، الفروق دي بمدار الوقت واحنا بنصرحها يمين وشمال ونجيبها لورا، الفروق ديت ما يعني ما بتتنسلش منها لا 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 الشعر لا لا ولا بيقع؟ لا خالص. لا تمام، بل بالعكس، ده في ناس بتبقى عايزه توسع الفروق شويه بتقعد تشيل الشعر بالملقط. والله. ليه بقى بتشيله؟ علشان الفرق يبقى واسع. تمام. فبتبان طبيعية أكتر. إيه نعتني بيها إزاي؟ يعني طولها ده أحيانا ببقى عارفة التسريح، إن هي التسريح، التسريح التسريح أهم حاجة. تتسرح بانتظام، ما تسيبهاش لما تلبك للآخر. والحاجة التانية بعد الاستخدام بترجع في الكفر بتاعها زي ما كان. تمام. دي كل البواريك سواء تل أو عادية، دي طريقة الاهتمام بالشعر الفابريكس عامة. سواء دي الحصان سواء اكستنشن، بعد اللبس ما رميهاش في الدولاب ولا في الدرج كده وسط المفاتيح والأقلام، لا، هتتشبك فيهم. طيب احنا معانا الشكل التاني. الشكل التاني ده؟ ايوه. لا انا ما ايه الجمال ده؟ الله الله الله. ده بيبقى اقل في السعر شويه،
لان ده بيبقى الفرق طول والمنابت كلها طول من قدام. جميل. الفرق بيبقى ثابت بس بترجع لورا، يعني الفرق ثابت ما بتتفرقش. تمام. في منه في النص وفي منه على الجنب. يعني هو الفرق في النص بس؟ اه بس بترجع لورا، ممكن بترجع ترجعيها لورا كده اكنك بتلميها زي الحصان، بترجع لورا عادي جدا. لكن الفرق فرق في النص بس. اه دي بتوفري فلوسك لو انت مش محتاجه تفرقي شعرك، يعني لو ما هو انت مش هتنزلي تفضلي طول ما انت مش ماشيه في الشارع تفرقي شعرك. لا هو انت بتنزلي بتسريحه معينه وخلاص. جميل. برضو شيء ما يهمني رايك وانت لابساها، خفيفه جدا وحلوه وكل حاجه بجد، الماتيريال بتاعتها جميله يعني، سهله في التسريح جدا جدا وفي اللبس وكل حاجه. طب انا بقى عايزه امسكها بايدي بقى، قربي كده يا هشام، انا عايزه اشوف يا جماعه فعلا الفرق. يعني انا شايفاه من عندي هو كان زي القوره بتاعتنا بالظبط، الطبيعي او ما فيهوش اي مشكله، والفرق فعلا طبيعي. يا ريت لو يقرب الكاميرا فعلا، يعني يا ريت نقرب الكاميرا من الجذور علشان خاطر نوري كل الملكات اللي قاعده تتفرج علينا في البيت دلوقتي. لا هو فعلا دي مش ممكن على الجمال ده. دي بتبقى هاند ميد اصلا، عايز اقول لك ان دي بتتخيط فيها شعرايه شعرايه، يعني دي بيقعد واحد يعملها بيخيط شعرايه شعرايه. تمام. فعشان كده برضو بتبقى خفيفه كده، خفيفه وسهله في التسريح. اتفضلي. دي بقى بتبقى اقل في السعر لان هي بتبقى فرق ثابت، فالحته دي يعني الفرق الثابت بقى نوعين، نوع احنا ما بنشتغلش فيه بيبقى الفرق بس طول، ده مش عندي ده ملوش لازمه، ونوع بيبقى من قدام كلها طول بس الفرق اللي مكمل طول، ودي بتبقى ثمنها من 1200 مثلا ل 1500. تمام. لان هي الفرق بتاعها ثابت بس زي ما قلت لك بتبقى شكلها طبيعي قوي من قدام، اي حد يقدر يلبسها ويظبطها، مش محتاجه حد يعني يقعد يحنتف ويحاول فيها، وكمان بترجع لورا، يعني بتديكي برضو اوبشن ان انت ترجعي الشعر لورا بشكل طبيعي. في منها فرق في النص، في منها فرق على جنب. انا بس عايزه استاذن، عايزه بس باروكه من البواريك اللي هي اتلبست، بس عايزه اشوف استفسار معين. ممكن الباروكه اللي هي السوداء؟ انا عايزه اعرف، دايما بشوف في بعض الفيديوهات اللي بتبقى موجوده بتبقى مره بكليبسات ومره ايوه دي تقول كده بصي، فبتبقى خفيفه قوي. طبعا انا كنت قصده طبعا ان انا اجيبها لكم علشان خاطر اوريها لكم من جوه يا جماعه. هي خفيفه جدا، وادي التل بتاعها. طبعا التل ده هو مش بيبقى موجود بالمنظر ده، بيتقص طبعا عشان خاطر يجي على القوره. بس انت لازم تشتري الباروكه بالتل بتاعها عشان تبقي متاكده ان هي جديده. ما انا عارفه ان انا بجيبها كده. وبتقصيها. تمام. بتقص. من هنا بقى يعني طريقه تلبسها من هنا بتبقى كده. فيها حزام. البونيه ده الحزام ده بيتضيق وبيتوسع في الحلقات دي كده. ايوه. على حسب مقاسك، والكلبسات دي بتزود والمشط دي بتزود التثبيت. تمام. بصوا يا جماعه، الملكات اللي قاعده بتتفرج علينا في البيوت، الفرق فرق فعلا طبيعي زي الفرق بتاعك بالظبط، هو بس الحلو هنا ان في كل حته في فرق. يعني كلها فروقات. بصوا الفروقات كلها موجوده، الشعر فعلا يا جماعه خفيف جدا، دي عنايه رهيبه تانية للشعر. طبعا بتريحي شعرك بقى من ان انت تجهديه وتعرضيه بقى للسشوار، وكل شويه تعمليه بروتين عشان يبقى يتفرد، وكل شويه تعملي بيبليس قبل ما تنزلي، فلا عالجي شعرك واعملي حمامات كريم وحمامات زيت وحطيها عليه وانت مطمنه. طيب مدام هبه، الباروكه طبعا بالاستخدام من تحت بنلاقيها بدات لا في الفابريكس لا خالص، لا الاطراف ما تخشنش لا. طب ولو افترض ان هي مثلا من الاستخدام الغلط او عايزه تقصيها يعني ينفع بتتقص. ان هي تتقص بتبوظ حاجه من شكلها من تحت؟ لا 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 لا، ما في ناس بتشتري الباروكه بتلبسها مثلا 3 4 لبسات طويله، بتقول لي انا مستتقلاها، بتقصها عند الكوافير عادي. بتقول لي كمان دي انت ممكن تعملي لها قصه، يعني دي كانها شعرك الطبيعي بالظبط. بس الكوافير احسن طبعا اللي بيقصها عشان يظبط. تمام. اكنها بالظبط نفس الشعر الطبيعي. طب انا عايزه اسال حياتك سؤال، بالنسبه للي لبسها في اليوم ليها عدد ساعات معين الست تقدر خالص تلبسها؟ براحتك خالص، ما يحصلش مثلا حساسيه في فروه الراس؟ طب عندك مثلا الممثلين والكلام ده بتلبسها بال 14 ساعه وبال 15 ساعه؟ انا اقصد ان هي جودتها فعلا كويسه. طبعا التول بالذات بتبقى خفيفه جدا في تمام اللبس. طب والعاديه بقى؟ متهيالي برضو بتبقى خفيفه ما بتبقاش تقيل. طيب بس احنا لسه هنوري نوع تاني من التل، اللي هو التل اللي بيقولوا عليه تل كوري. ايه الفرق بقى؟ اتفضلي يا شيماء. الله على الجمال. لا 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 الله. الله ده اللي هو التل الكوري.
وعلى فكره عايزه اقول ان هو اتحسن جدا، لان هو كان في الاول بينزل كان بيبقى قابب كده من فوق، بس بعد كده اتحسن قوي واتحسن تاني بعدها. جميل. ده بيبقى طول الحته اللي قدام دي كلها، وبصراحه هو المنتج بتاعها يعني بدا يوسع في منطقه التول اللي قدام فبتبان طبيعيه اكتر. دي كاريه؟ اه دي للكتف بس، بعد كده بيبقى فيه جلد. ليه؟ عشان تبقى ارخص وتوفر التكلفه. لكن ده الفرق. بتتفرق كل اتجاه وبترجع لورا برضو لو سمحتي عشان ما تورينا. بتتفرق من اي اتجاه لحد بقى جوه خالص، لان هو كده لورا هي بس عايزه تيجي قدام شويه. ايوه تمام. ايوه الفرق بقى في كل حته. نحاول الفرق في كل حته وترجع لورا وكل حاجه زيها زي التل. طيب طبعا احنا عارفين ان في ستات محجبات، بس طبعا بيبقى شعرها خفيف، واحيانا بتبقى لابسه برضو حاجه زي كده تحت الحجاب، تحت الطرحه. تحت الطرحه. بس هو دلوقتي الاتجاه الاكبر ان بيلبسوا تحت الطرحه اللي هي الميني باروكه اللي احنا عرضناها في الحلقه اللي فاتت. بتسبب اي مشكله؟ لا تحت لا لا الطرحه. اكتشفت ان ناس ستات كتير قوي لابساها على فكره. وبتعمل حساسيه او بيبقى لا فيها هي خفيفه مشكلة؟ جدا، واكنك لابسه سكارف، اكنك لابسه بندانه تحت الطرحه. فاهماني؟ فبتبقى يعني خفيفه وسهله جدا في اللبس، وبكلبسات سريعه برضو مش تاخد منك وقت ولا مجهود، وبتحطيها عادي. مفيش مشكله يعني. كام حد من صفحاتك الجميله بوبي شوب اشتكى وقال ان المنتج مش عاجبني، منتج الباروكه فيه مشكله؟ بصي انا بقول كلمه هي يعني هي مش غرور بس هي حقيقه. انتوا يا جماعه مش عارفين تتعاملوا مع الشعر ده. احنا لسه برضو مهما كنا بنشتري، وناس كتير برضو ابتدت، تقريبا معظم الناس دلوقتي ستات ورجاله بيستخدموا المنتجات دي. يعني في الرجالي برضو في بواريك كامله، وفي الرجالي برضو اجزاء برضو اماميه. ده الناس اللي عندها صلع موجود طبعا. المشكله ان الناس بتبقى ما عندهاش ثقافه اننا نصبر لما نتعلم. يعني عايزه تجيب الباروكه تحطها على راسها كده من غير ما تقفلها، تقول لك لا شكلها مش حلو، شكلها مش زي الموديل. لا هي اللي متصوره على الموديل وهي اللي بتبعلك، بس انت لسه ما عرفتيش تظبطيها. احنا في بواريك تانية معانا. طبعا احنا جايبين الانواع بقى العاديه اللي هي بيبقى ثمنها رخيص. تمام. علشان برضو لو واحده مثلا خلاص هي عايزه تغير كتير، هي عارفه تظبط الباروكه العاديه، محجبه مثلا قاعده بيها في البيت، جايباها لمناسبه وخلاص دي كده الباروكه العاديه. الالوان جميله جدا، وكل حاجه من دي فيها كل الالوان. دي بقى مش تقول يعني دي اللي هي لا ده العادي. بس العادي بقى بقصه، القصه بتاعته بتيجي في اي جنب، بتروح يمين وشمال. وريني كده القصه كده بايدك يمين وشمال كده. ايوه دي القصه الطويله. تمام. بتلمي القصه بتوكه عادي، بتعدليها بتظبطيها، ده اللي انا بقوله يعني. يعني انت حتى وهي بترجع لورا انا مش حاسه ان هي مش ما بتبقاش اوفر قوي غير لو حد يعني مركز معاكي من ورا. طبعا بيبقى فيها فرق في النص كده زي حته الجلد زي فروه الراس. الوان رائعه يعني، متهيألي احنا لو مهما رحنا للكوافير عشان خاطر يطلع لنا اللون ده بالذات ما بيطلعش. الهايلايت دوت بيطلع بالجمال ده. حلو. شامه انهي الاحسن، التل ولا العاديه؟ الاثنين. الله 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 العظيم. الالوان الصراحه يا جماعه مبهره جدا. انتوا لو معايا هنا هتخطفوا شيمه وتخطفوا مدام هبه ونخطف البواريك كمان معانا. ميرسي جدا يا شيمه، ميرسي قوي. دي كده البواريك العاديه بيبقى في منها من غير قصه خالص، وبيبقى في منها بقصه طويله زي اللي اتعرضت دلوقتي، وبيبقى في منها بقصه فرنجه اللي هي اللي هتعرضها بقى اللي جاي. طب لو انا عميله وبتصل بحضرتك وبقول لك انا محتاره ما بين الالوان، حضرتك ازاي تقدري ترشحي لي لون معين وانت ما تعرفيش ميولي ايه؟ احنا مثلا بتقول لي لون بشرتي كده، ممكن ابعت لها 2 أو 3 بتختار. يعني ممكن ببعت لها مع المندوب، حضرتك عارفه ان احنا اونلاين. أيوة. ببعت لها 2 أو 3 بتختار اللي هي عايزاه. تمام. بتختار لون مثلا معين ظابط معاها، لون مش ظابط كده يعني. طيب انا خدت الباروكه ولقيت فيه مشكله في الباروكه، في سياسه الترجيع ايه فيها مشكله؟ هي انا بصراحه اللي عندي المعاينه بتبقى قدام المندوب. تمام. يعني هي بتشوف براحتها جدا قدام المندوب، ان كيس حتى لو الباروكه مش عاجباها بتتحاسب على المصاريف الشحن وبترجع.
بس سياسه الاسترجاع بنرجع لو الباروكه فيها عيب، لو فيها عيب منها فيها يعني، لو وده نادرا ما بيحصل، متهيألي نادر او متهيألي يعني ما بيحصلش كمان، نادرا جدا لما بيحصل. طيب اوكي ندخل على الموديل. لا 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 كده كتير كده كتير. الله خدوني معاكم، تعالي معانا. خدوني معاكم. ده بقى ده الكريه، ده اخف واسهل. بصي ده المحبب لقلبي انا بقى شخصيا، هو جميل اصلا ده في ثواني كده، وبيليق مع كل الاعمار مع كل الوش، الوانه واشكاله كتيره جدا. انا مفضله بالذات بقصه فرنشا، كل الاطوال فيه منها بقصه فرنشا، من غير قصه بقصه طويله. من ورا بس نوري شكلها من ورا. الله ده عارفه فكرتني بفيلم ميرفت امين زمان، البحث عن فضيحه. بس لعلمك دي بتبقى خفيفه قوي، وناس كتير بتطلبها، اللي هي بقى راحه بيها الشغل، شغاله مدرسه مثلا، شغاله في شركه، فمش محتاجه بقى، وحتى في تسريحها والاهتمام بيها في ثواني. دي بتتفرق يمين وشمال ولا هي القصه بس؟ القصه بس. كده كل القصه على جنب كده يا شمه. جميله. وممكن ترفعي القصه كمان باستشوار، يعني ممكن تديها فوليوم كده باستشوار. اسعار بقى، سعر الموديل ده يعني الكاريه دي بتبتدي من 320. ايه ده؟ والله يا جماعه مفيش اسعار اكتر من كده. انا عايزه كل ملكه قاعده في البيت ما تعملش اي حاجه غير ان كل الارقام اللي تظهر على الشاشه، على كمان صفحات استاذه هبه الهامي بوبي شوب، مش اي حاجه غير ان احنا نرفع سماعه التليفون ونطلب كل الموديلات، موديل واثنين وثلاثه. يعني اللي هتقول ان انا عندي مشكله في شعري، ده كان زمان الناس اللي بتقول عندي اجهاد وهفضل رايحه جايه على الدكتور، هقول له لا، ده كان زمان. النهارده معانا موديلات حصريه مش موجوده الا عند هبه الهامي، وانا بنفسي كدكتور هديه انا اول واحده لازم اخد من البواريك الحلوه. عيني عادي بجد، عادي ربنا يخليك يا عيني. في موديلات ثانيه موجوده؟ في موديل بقى ده انفراد لينا احنا بس، محدش بيجيبه غيرنا. هو بتبقى جذور تل من قدام ومن ورا، وفيها بيبي هير اللي هو بيديها الشكل الطبيعي ده، برضو من قدام ومن ورا، بحيث ان انت حتى لو عايز ترفعيها من ورا. وبتبقى فروقاتها بقى من اول الراس لاخر الراس خالص، يعني من احنا قلنا التل الكامله بتبقى لحد نص الراس، التل الكوري بتبقى اقل منها. الفرق التل بيبقى فرق واحد، يا في النص يا في الجنب. دي بيبقى فيها اربع فروقات بس كامله، يعني سبحان الله زي الشعر الطبيعي من اول الراس لاخر الراس خالص. ده صنعك؟ لا ده استيرادنا، مفيش. يعني بالظبط، ده استيرادنا احنا الوحيدين اللي بنستورده. هي طبعا بتبقى غاليه شويه لان كميه التل فيها بتبقى اكتر. تمام. هو الثمن الباروكه على حسب كميه التل. يعني حضرتك تقصدي ان التل مثلا لو من هنا لحد هنا ليه سعر، لو بالظبط شويه ليه سعر، لو بالزبط. لحد تحت يبقى ليه سعر. دول بقى بتبقى من اول للاخر خالص، بتبقى 360 درجه تل كلها. فطبعا دي بتاخد وقت ومجهود في صناعتها، لان زي ما وضحت لحضرتك ان التل ده هي بتجهز بس بيها. ان التل ده بيبقى يعني هاند ميد، بيتخيط شعرايه شعرايه. فطبعا بتاخد وقت كتير في صناعتها، وبيبقى الشغل طبعا هاند ميد غير البوريك العاديه. دي بتبقى مكنه على فكره، زي مكن الخياطه كده. طب انا بالمناسبه احيانا في بعض الفيديوهات بلاقيها قدامي على الفيسبوك، بشوف بنوته بتبقى قاعده تحت ايد الكوافير، بتبقى مدفره شعرها كله كله كله، وبيبدا يلبسها باروكه ويخيطها. ده شعر الخياطه. ده بيبقى شعر متوفر عندنا برضو، متوفر منه الليس والويفي والكارلي، بيتخيط. ده بيبقى شعر دايم معاكي، بيقعد معاكي 6 شهور. في الخياطه اللي بيركب ابره الخياطه، وفي الترندي قوي الايام دي اللي هو الكروشيه، بيركب ابره الكروشيه اللي بيبقى كيرلي قوي كده زي مريم فارس كده. ده بيقعد في الشعر 6 شهور. وفي بقى الراسته دي طبعا اللي موجوده من زمان، اللي هي الضفاير دي، احنا عملنا برضو حاجه جديده لسه واصله يعني من 3 ايام بالظبط. شعر تركيب بين الكروشيه والرست. تمام. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ لا دي تحفه تحفه تحفه. دي شبيهه الرسته؟ دي بتبقى متضفرة وفيها راستة برضو، بس الفروقات كلها زي ما انت شايفة، من الراس كلها من الودن للودن قدام وورا، كلها فروقات طبيعية من اول الشعر لاخره. ممكن تقربي كده يا هشام اشوف كده الفرق في الموديل ده؟
هو راسي بس هي على راسي ما جميله. الله لا بجد الله تحفه. لان خد بالك ان عمايل الراسته مش سهله وبتشد الشعر وفي ناس بتزلح شعرها من قدام. خلينا نتكلم بتبقى بشكل طبيعي. ففي البواريك دي عندنا البواريك الاربع ضفاير دي وعندنا الراسته بقى الرفيعه برضو بس ما جبناهاش بقى. لا اسعارها ايه مدام؟ دي بتبقى ب 2200. دي بتبقى اغلى حاجه. تمام. يعني دي كده اغلى حاجه لان هي اكتر حاجه فيها طول. فبتبقى اغلى حاجه موجوده. طيب امتى هنشوف هبه الهاني عندها مكان اوبن مفتوح هي بنفسها اللي بتقف وتعمل الشعر دوت في امتى؟ يعني انا اللي بعمله ولا انا اللي ببيعه؟ لا مش عايزك اللي ببيعي، حضرتك عندك مكان ووقت حضرتك. قصه صعبه قوي فوق ما تتخيلي. احنا حاولنا انتجنا بالظبط منتجين. اول منتج احنا انتجنا بندانه تثبيت البواريك ودي ما كانتش بتيجي مصر خالص، وعشان تيجي بقى طبعا كان بصعوبه في الجمارك والدخول والوقت، فعملناها في مصر هنا وطلعت بنفس الجوده. البندانه دي بتلبسيها قبل الباروكه بتبقى اكنها لازقه في شعرك، لو اتشقلبتي بالباروكه لو حد شدك منها لو حصل ايه موجود مع حضرتك هنا مش موجوده، بس كل فيديوهاتها على الطبيعه كلها عندنا كلها على صفحه بتاعتي اكنك لازقه الباروكه، لان في ناس كتير ما بتحبش تلزق الباروكه لان شيل اللزق مش سهل. برضو سؤال ده اتسالته في الحلقه اللي فاتت، احيانا البواريك بتبقى نازله من غير كليبسات، يعني هنا انا شايفه في الباروكه اللي معايا دي في زي كليبسات كده اهوت. دي مشط تثبيت. بس التل ما ينفعش يبقى فيه كليبسات لان التل حته التل دي خفيفه قوي. معانا فالكليبس هي ثانيه واحده معانا اتصال. الو 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 الو. طيب نعاود الاتصال مره ثانيه. الو الو دكتور هديه مساء الخير. الخط ده مساء الخير. الو هو طيب نعود الاتصال مره تانية. فلقيت سؤال بيتقال لي طب احنا ينفع ان احنا نحط لزق؟ في لزق مخصص للباريك، في الجلو سايل وفي الدبل فيس اللي هو بيتحط كده زي الدبل الفيس العادي وبيتحط وبيبقى كمان نوعا ما ستريتشنج كده علشان يعني ما بيبقاش ثابت، بيبقى زي الاستريتش علشان لو يعني ما يبقاش ناشف على البشره يبان شكله طبيعي. متوفر حضرتك؟ متوفر طبعا عندنا. طب وده احنا بنستخدمه يعني انا لو انا عايزه برشح استخدامه طبعا مع البواريك التل بس، وكمان للناس اللي عايزه يعني تقعد بالباروكه مده طويله يومين ثلاثه متواصل. طب لان شيله مش سهل. لما اجي اشيله بقى بيتشال بكحول؟ لا بس بيتشال بكحول او ميه دافيه، ما بيأثرش على البيبي هير اللي بيبقى موجود اصلا في الشعر الطبيعي لان لا ما احنا بنمسحه بكحول كده فبيفك واحده واحده، يعني ما احنا مش هنشده برضو فاهماني. لكن هو ما بيأثرش طبعا. وبعدين خدي بالك الباروكه التل ما بتتلبسش على الشعر، بيتلبس قبلها بونيه علشان هي شفافه، لو اتلبست على الشعر هيبان الشعر تحتها. طب في بيبقى معاها بونيه موجود؟ البونيه بتاعها بيتباع معاها، كل البواريك بيطلع معاها البونيه بتاعها. هنا موجود معانا في بونيه. ايوه ده نوريه برضو للمشاهدين. طيب ده طبعا يا جماعه البنيه صحيح احنا بنلبسه ده اللي لازم مع التل. الباروكه العاديه ممكن ده او الاسود او بيبقى زي شبكه كده، لكن ده الاساسي مع الباروكه جذور التل عشان خاطر يمنع ان الباروكه ما تتزحلقش. بالظبط. لا لا هو ده بالذات علشان يعني تبان الجزء يعني تبان ان دي فروه راسك اللي تحت التل فاهماني. بشكر حضرتك النهارده معانا وبشكر كمان شامه لوجودها معانا. عايزه كمان افكركم بكورسات دكتوره هديه على الدهون قويه، طبعا نقدر ان احنا نتواصل بصفحات دكتوره هديه، مشروبات للتخسيس سليمنج درينكس، وعلى الستور دوت اي جي، كل ديت على الفيسبوك. الكورس هو بينزل من 10 ل 15 كيلو، امن جدا على صحه المرضعات ومرضى القلب والسكر والضغط. الكورس دوت محتوياته امنه بخلاصه القهوه الخضراء، يعني اللي هيقول ان القهوه الخضراء مره هقول له لا ده كان زمان. النهارده منتجاتنا وكورساتنا
هي كورسات عالمية على صفحاتنا، الثلاث صفحات على الفيسبوك للتواصل معانا، نقدر نتكلم بعد البرنامج على أرقامي مع الفريق بتاعي. بشكر طبعا أستاذة هبة إلهامي لوجودها معانا، حقيقي نورتينا، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم بقى عن حاجة تانية لعيشي ملكة، البشرة والناس اللي هي بتعاني من مشاكل البشرة والحساسية. إن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية، تصبحوا على خير مع هدية على الهواء. تصبحوا على خير.